انا مش فقيقه ولا جبت التايهه، بس انا عندي كده يعني دايما يجي في دماغي حل اقول اكيد انا فاهمه غلط، او طب ما هو لو حل فعلا ما اتعملش قبل كده ليه. اغلب الدول العربيه والاسلاميه منها كمان اللي محيطه بينا بتلاقي ساعه الجواز الراجل هو المتكفل بكل مصاريف الجواز و و و بحسب قدراته. يعني انت معاك 20 جنيه تتجوز بيهم مش هنطلب منك اكتر، بس البنت بتخش بشنطه هدومها. طب هو الحل ده مش ممكن يحل لنا معضله القايمه والحفاظ على حقوق البنت و و اللي هي بتبوظ جوازات كتير، ولا انا الوحيده اللي فكرت كده؟ اكيد لا. لا طبعا إيه كلنا الموضوع؟ فكرنا بالموضوع ده. وبعدين اصلا يعني شنطه هدومها اللي هي بتروح بيها دي هو برده عريس يبقى جايبها لها، هي ما بتجيبهاش. يعني هو ده الشرع صحيح، يعني الشرع انه المفروض العريس بيقدم، ودي بننبه عليها للناس كلها. أيوة. ان العريس بيقدم مهر للعروسه حسب ساعته، حسب ساعته. والمهر ده ما فيش حد بيبص له خالص، يعني لا هي بتجيب منه حاجه لنفسها، ولا ابوها بياخده منها، ولا هي بتشتري منه اساس في البيت، ولا العريس بعد ما يتجوز تاني يوم يقول لها معلش هاتي علشان انا مزنوق. ما ينفعش اصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تاخذونه الله. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا الله ربنا. الدنيا سهله قوي في الايه كلها. شوف الايه كلها على بعضها كده لازم نحفظها. لازم كل واحد من الازواج والزوجات اللي داخلين يعملوا بيوت لازم يحفظوا الايات دي ويعرفوها. لان الناس مش فاهمه هو المهر المفروض انها بتاخده في ايدها ليها خالص، عشان لما تخش حياه جديده ما تبقاش داخله كده. هو يجيب على قده خالص، وهو يجيب بيته بقى، يجيب شقته، يجيب فرش، ما يجيبش. هو حر يعني، هو هيجيب بيت يجيبه ايجار، يجيبه تمليك. لازم بقى الاهل تيسر. ما هي البنت والاهل يسروا الاثنين. مش مفروض بقى ساعتها برضو عشان نبقى منصفين، مش مفروض ابدا ان انا اتشرط عليه واقول له لا ده انت لازم تجيب لي شقه في المكان الفلاني، ولا لازم تجيب لي بنتي مش عارفه كام اوضه، ولا لازم تجيب لي. هو اللي جايب، هو طبعا هيجيب التشريط ده نوع من التقدير لبنتهم يعني. ولا لا لا، هو عمل يعني مشي من الاول صح، يبقى لازم نكمل في النهايه صح. احنا مشي من الاول شرع، يبقى لازم نكمل شرع للنهايه طبعا. هو هيجيب الاساس على قد امكانياته، على قد مقدرته اللي ترتضيه العروسه، هما الاثنين بالرضا مع بعض صح. وما يتكتبش عليه ولا قايمه، ولا يتكتب عليه اي شيء محلوله. ونلغي اي حاجه الا المهر، لان المهر ركن اساسي من اركان الزواج، ولا يتم الزواج بدون مهر حتى لو كان حاجه بسيطه وقتهن ومهورهن هنا. وبرده حضرتك تقدري تتكلمي مع الام، لان الام هي اللي بتبقى رمانه الميزان في القعده دي. صحيح. ام البنت، وهي مش اقل من خالتها ولا بنت عمتها ولا جارتها ولا الكلام ده كله، باعتبار انه الواعظات خطوه عظيمه حقيقي ومهمه. في انه ما يفهمش الست الا ست، وما يفهمش الست الا ست. وانا حابه الحقيقه ان انا اشيد بخطوه وجود واعظات تقدر ان هي تتكلم مع البنات، وتقدر تقرب وجهات النظر للستات والبنات. وانا عايزه حضرتك برضو تكلميني كمان، وحضرتك الامين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلاميه لشؤون الواعظات، فحضرتك برضو تنوري لنا المنطقه دي شويه وتعرفي الناس بيها اكتر عشان نزود الاقبال عليها. انا عارفه ان في اقبال تاريخي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هو طبعا الواعظات بتقوم بدور كبير جدا في الحمله بتاعت اللي تسكنوا اليها، وبتقوم بكل يعني كل الحملات اللي بيقدمها المجمع الواعظات بتشارك فيها. بتشارك فيها بتوعيه النساء عن يعني بكل الوسائل الممكنه وبكل الطرق. عندنا الدروس الوعظيه اللي هي من خلال المساجد، من خلال دور الرعايه، من خلال النوادي، من خلال المراكز الثقافيه، من خلال تعاون مع الوزارات المختلفه زي وزاره التضامن، وزاره الشباب والرياضه، وكل الوزارات بنتعاون معاها. بتقوم التوعيه الميدانيه في عن يعني بالاتفاق معاهم في الاماكن المحدده، بتروح وبتعمل توعيه للنساء وللفتيات. ده غير الدروس اللي احنا بنعملها على السوشيال ميديا كلها. يعني في عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها صفحه واعظات الازهر، من خلالها بننشر الجروبات اللي احنا عاملينها للسيدات وللفتيات. عندنا جروبات خاصه بالسيدات اسمها جروبات الدين والمراه، دي بنعرفهم بنعمل لهم توعيه فيها. في عندنا جروبات ثانيه اسمها واعظات مع فتيات، ودي للبنات صغيرات السن. وفي جروبات ثالثه عاملينها للاطفال اسمها جروبات ذريه طيبه. حلو قوي. فدي عاملينها. وفي المقابل بالظبط الثلاث يعني انواع من الجروبات دي عاملينها جروبات مقراه برضو، يعني بيحفظوا فيها قران للاطفال، وفي للفتيات، وفي للسيدات، ومستمرين فيها الحمد لله. زائد ان احنا بنعمل توعيه يعني لقاء شهري مفتوح
مثلا بيبقى معانا الامين العام المجمع البحوث الاسلاميه الدكتور نظير عياد، بيبقى معانا شخصيه من الشخصيات العامه مثلا، ممكن استاذه في علم الاجتماع او استاذه في علم النفس، وبنناقش قضيه من قضايا الاسره. بيجي الجمهور بيدخل معانا على برنامج زوم، بنبقى على الهواء طبعا بث مباشر، بيدخل معانا وبنطرح القضيه وبنبدا نتناقش فيها الله. وبناخد المشاكل وبنقول لهم الحلول في ساعتها. عملتوا خطوات حلوه، يا ريت اي ام النهارده بتسمعنا تاخد بنتها في ايديها وتوديها الدورات دي. الاطفال اللي بيلعبوا في الشارع طول الاجازه والاجازات بقى بدات وبتاع ومنطلقين، لا لو حضرناهم كمان وقعدناهم في الفتره الجايه